ده اكتر من رائع، مواهب كتير. شكرا لكم جدا. شكرا كابتن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البدايه بس عايز اشكر كل الساده اولياء الامور. اشكرك انت كمان. عاوز اشكر بس كل الساده اولياء الامور الحقيقه، يعني اللي احنا شايفينه ده. ربنا يا رب يجازيكم خير، ويعني يكون ولادكم دولت طريقكم للجنه باذن الله ان شاء الله. كل السادة القائمين على العمل دوت، أنا طبعا مش عارف كل الأسماء، فأنا بشكرهم جدا جدا. بيعملوا الحقيقة، بيعملوا حاجة عظيمة يعني. فأنا ربنا إن شاء الله يجازيهم خير علاقتهم بالأولاد. أنا الحقيقة النهاردة من أكتر الأيام اللي تأثرت فيها في حياتي النهاردة، لأن أنا شفت حاجة من الحاجات يعني يجب ان احنا جميعا نفتخر بيها. احنا بنحاول يعني نقول لو جزء بسيط بس نوفره لاولادنا، نرسم بس السعاده اللي احنا شفناها على وشوشهم النهارده. ده في حد ذاته امر يعني بيسعدنا جميعا. ومهما عملنا احنا مقصرين جدا جدا في حقهم، وان شاء الله نحاول ان احنا الفتره اللي جايه نسعى جيدا كلنا مع بعض نرسم بس في وجه الاولاد دولت. ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويوفقكم ويوفق كل يعني كل الناس اللي قاموا بالعمل الجميل ده. وفين اللي كان بيقول لك ايه رايك بقى في الكلام؟ شفت يا عم ياسين بقى؟ معلش انا مش زعلان. زعلان قوي؟ لا انا بحبك جدا. انا حاجة انا بحبك قوي يا كتير. انا بحبك جدا جدا يا حبيبتي، ربنا يكرمك. بحبك انت يا تومي. ايه ده؟ هديه حلوه. طيب والله مني انا.